استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة 21,856 حاج لتلقي الخدمات العلاجية والدوائية، وذلك من خلال 21 عيادة طبية بمقر إقامة الحجاج المصريين. كما يوجد بالمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة حوالي 60 حاجا يتلقون العلاج. في إطار العمل على توفير بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن بعد أدائهم المشاعر بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، يتواصل عمل عيادات البعثة الطبية المصرية وعلى مدار الساعة في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين بتخصصات الطبية كافة وسط أجواء روحانية عالية. وصلنا لحوالي 22,800 متردد على العيادات الخارجية، ويتواجد 60 حالة بالمستشفيات يتم المرور عليهم مرتين يوميا، و 8 حالات غسيل كلى، واحنا مع الحجاج لحظة بلحظة حتى مغادرة آخر حاج مصري إلى أرض الوطن بسلامة الله إن شاء الله. احنا متوسط التردد على عيادات حوالي من 1,500 ل 2,000 حاج يوميا، بيتم تقديم الخدمة الطبية ليهم في مختلف الفنادق المتواجدين فيها. احنا العيادات منتشرة في كل الفنادق المتواجد فيها الحجاج المصريين، سواء للحجاج القرعة أو حجاج التضامن أو حجاج السياحة. كان في ضغط على العيادات بطريقة أكتر شوية أكتر من الطبيعي، بس الحمد لله كانت الدنيا مستمرة وما فيش فيها مشاكل خالص. بالنسبة برضو بالنسبة للأدوية وتوفرها، الحمد لله في دعم بيتم لكل عيادات مثلا مرتين أو ثلاثة في اليوم على حسب يحتاج الاصناف. مثلا الصنف اللي قرب يخلص نبتدي ندعم الصنف على طول عشان خاطر برضه نقدر نلبي احتياجات كل الحجاج الحمد لله. معظم الحالات المرضيه من الحجاج المصريين الذين ترددوا على العيادات الطبيه تعاني من اجهاد ونزلات برد. فيه ملاحظ اعداد كثيره بتعاني من امراض تنفسيه، سواء كان ارتفاع في درجات الحراره او كحه او غيره. بفضل الله عز وجل الادويه متوفره، مضادات الفيروسات متوفره، مضادات الحيويه متوفره، جلسات الاستنشاء متوفرة بفضل الله، والبعثة بقيادة الدكتور محمد حسان وسعد الوزير بتأدي الدور على أكمل وجه، ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن الحجاج يرجعوا لبيوتهم سالمين غانمين. كما يقوم فريق الطب الوقائي للبعثة بعمل إرشادات ونصائح توعوية للوقاية من الأمراض المعدية بعيادات البعثة الطبية. نحاول نوعي الحالات بقدر الامكان. اولا في حاله ظهور اي اعراض بالنسبه للبرد والانفلونزا نتوجه للعياده الطبيه لاخذ العلاجات المناسبه، مع الالتزام بلبس الوقيات والكمامات لمنع انتشار العدوى اكتر من كده، مع التوعيه بالراحه المطلوبه بعد اداء المناسك وشرب السوائل الدافيه واخذ العلاج المناسب. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات علاجيه على مدار الساعه. دكاترة بسم الله ما شاء الله، يعني لا زوري وكده فكتبوا لي العلاج والحمد لله، حتى ادوني بسط العضلات لاني بشتكي من عضلاتي جامد قوي، يعني بسط عضلات وعطاني من المعده وعطاني لدور البرد وعطاني مرهم لرجلي الحمد لله، وهم محترمين اخر احترام هنا وفي كل حته. يعني عندي ديك تنفس عضو العلاج، وراح ناخذ جلسه تنفس وخال. خدمات علاجية ووقائية تقدم على مدار الساعة بعيادات البعثة الطبية المصرية لضيوف الرحمن لتوفير بيئة صحية آمنة لعودتهم سالمين غانمين لأرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.